الرجل والرجل من كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود، يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. إلهي، أيها القادر على كل شيء، من أكون أنا غير الخوف الذي يشعر به الآخرون نحوي؟ حياة كل منا عبارة عن مدفن واسع نضع فيه أنفسنا. منذ اللحظة التي نصحو فيها تستولي علينا مئات الهموم الصغيرة والانشغالات التافهة والواجبات الروتينية والمجاملات والأمور التي نأتيها كل يوم بدون تفكير بحكم العادة. ندخل الحمام، نفطر، نشرب الشاي، نلبس ثيابنا، نقول صباح الخير لكل واحد نلقاه، نجلس على نفس المكتب في نفس الكرسي، ونقول نفس الكلام لنفس الذي يجلس أمامنا في مكان عملنا. نعود إلى البيت من نفس الطريق، ونفتح الباب بنفس المفتاح، ونقول السلام عليكم لنفس الأخوة والأقارب الذين نلقاهم كل مرة، إلى آخره إلى آخره. ألف شيء وشيء تافه، زمن طويل مفقود لا نعيشه، وإنما نحمل جثتنا التي تفوح منها رائحة الملل من لحظة إلى لحظة، ونظل نواصل السير كمن يمشي في نومه، ونظل نؤجل ما يعتمل في نفوسنا، ونخفي رغباتنا خلف سد عال من الصبر والاحتمال، ونعيش في عبودية يحكمنا دكتاتور غليظ اسمه الناس، حتى تأتي لحظة حرجة نفقد فيها الصبر والاحتمال، ونطق من الغيظ والقرف والملل وننفجر، ونبحث عن آدمي ننفجر معه، ونبحث عن إنسان لنكلمه ونفضفض معه، نفتح قلوبنا له ونفوسنا ونلقي أمامه بأسرارنا. وهذه اللحظة هي بداية البحث عن صديق، والصداقة ليست علاقة عادية بين رجل ورجل. إن أول شيء يعمد الأصدقاء إلى قتله والفتك به هو العادة. الصداقة ثورة على العادة وعلى دكتاتورية المجتمع والناس، وخلوة يتطارح فيها نفسان. ولذة الصداقة هي هذا العري النفسي والمكاشفة والصراحة. إن المهر الذي يقدمه الرجل للرجل ومقدم الصداق الذي يدفعه هو إعفاؤه من التكلف والمجاملة. إنه يقول له: كن نفسك، لا تتنازل من أجلي عن شيء من حريتك، وهو يفعل ما هو أكثر من ذلك، يقدم له المعونة ليصل إلى كنه نفسه ويعبر عنها. إن الصديق الحقيقي لا تكون له مصلحة خاصة من صداقته سوى أن يفهم نفسه أكثر وأكثر ويصل إلى حريته، ويعطي صديقه نفس الفرصة في أن يبلغ حريته ويفهم نفسه. إن غاية الصداقة هي النجاة بالحرية من اختناق المجتمع وصفاقة الناس وثقل العادة. وأنا لا يزعجني من صديقي أفعاله التي تجرحني، ولكن يزعجني أفعاله التي يفقد بها حريته، أو أفقد أنا بها حريتي، لأنها تهدد الصداقة في جوهرها. وصداقة الرجل بالرجل أكثر صفاء ووضوحا من علاقة الرجل بالمرأة، لأن علاقة الرجل بالمرأة تتدخل فيها الطبيعة كطرف ثالث له مصلحة. الطبيعة لها غرض من التقاء الرجل بالمرأة،
فهي تريد طفلا من التقاء الاثنين، ولهذا تشوش عليهما بمطالبها، ولكنها غير موجودة في علاقة الرجل بالرجل. إن الرجل يطلب الرجل لحاجة روحية صرفة. والفيلسوف الوجودي سارتر له نظرية خاصة في الصداقة، إنه يعتقد أنها تحتوي على العداوة والخوف والتربص. كل واحد يتربص بالآخر ليستولي عليه ويبتلع إمكانياته، وهو يشعر بالحاجة إليه وبالخوف منه في نفس الوقت. وفي رواية التعلق يقول دانيال لصديقه ماتيو: هل ستصدقني حينما أقول لك إني لم أكن أفهم من أنا ومن أكون وما هي رذائلي؟ وكأنما يعترض أن في طريق رؤيتي، فلا أستطيع أن أتراجع مبتعدا عنها بما يكفي لكي أراها. وكنت أنت في تلك اللحظة الوسيط بيني وبين نفسي، وهذا أثمن شيء لدي، إذ أن هذا الكائن الجامد الصفيق الذي هو أنا استطعت أنت أن تراه في بساطة كما أراك أنت. وحينئذ أدركت أن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ نفسه إلا عن طريق بغض الآخر له. ولست أدري بأي اسم تسمي هذه العلاقات القائمة بيننا. إنها ليست الحب، كما إنها ليست الكراهية تماما. فلنقل إن هناك جثة تفصل بيننا، وهذه الجثة هي جثتي أنا. وفي مسرحية ذباب يقول إيجست لرعاياه: إنني أريد أن يحمل كل واحد من رعاياي صورتي في نفسه، وأن يشعر حتى في وحدته بنظرة القاسية تجثم على أشد أفكاره سرية. وأقول أنا حزين، إنني أنا نفسي أصبحت أول ضحية لذلك، فلم أعد أرى نفسي إلا كما يراني هؤلاء الرعايا، وإني لأنحني في بئر نفوسهم وأشعر أنها تنفرني وتجذبني. إلهي، أيها القادر على كل شيء، من أكون أنا غير الخوف الذي يشعر به الآخرون نحوي؟ والحب في نظر سارتر ما هو إلا قناع لإرادة الامتلاك والسيطرة. العاشق لا يبتغي إلا امتلاك المعشوق بكل الوسائل، وينتهي الصراع بأن يبتلع الواحد الآخر. وأفكار سارتر فيها عداوة أكثر مما فيها من الصداقة، وفيها يأس من الواقع لا مبرر له. وكل النماذج التي يعرضها سارتر في مسرحياته هي نماذج فاشلة يائسة تنتهي بالانتحار، ولا يمكن أن تكون هذه النماذج هي الإنسانية التي نشاهدها حولنا تضحك وتلعب. إن السعادة في الصداقة وفي الحب التي جربها كل منا تدل على إمكان قيام العلاقة الإنسانية. والصداقة في نظري صراع عاشق. العداوة فيها عداوة فاضلة تحفز وتشحذ وتدفع وتستنهض للعمل، وليست عداوة تهدم وتهزم وتبتلع وتسيطر وتشل القوى. إنها كعداوة المتسابقين، تتحدى وتهيب بكل واحد أن يبذل أقصى سرعته. الصداقة صراع متبادل من أجل أن يرتفع الاثنان إلى معرفة أكثر وحرية أكثر ودراية أكثر بنفسيهما، ومعونة متبادلة مفعمة بالرجاء والأمل والحب. وحينما لا نجد الحب، وحينما لا نجد الصداقة، فليس معنى هذا أنه لا يوجد الحب ولا توجد الصداقة، وإنما معنى هذا أننا لم نجد الرجل الناضج ولم نجد المرأة الناضجة بعد. والقلوب الكبيرة قليلة، نادرة مثل كل شيء نادر،
والقلوب الصغيرة موجودة بكثرة النمل.